الفل، عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنتكلم عن الكاتب نبيل فاروق، وهو احدى كاتبي الرعب. تمام. سمعت له برضك، هو كانت قصص، كتاب صوتي، قصص رعب، كتاب اسمه مرحبا لنبيل فاروق بصوت اسلام عادل، استاذ اسلام عادل. وفي كتاب تاني اسمه همس للكاتب بردك نبيل فاروق بصوت أستاذ إسلام عادل بردك، وأنا بنصح بيه جدا أستاذ إسلام عادل. بصراحة ما شاء الله عليك، يعني بتسمع الرواية بتبقى منشد فعلا للطريقة بتاعته، بروفيشنال جدا في إلقاء الرواية. وبصراحة أنا بنصح، هو عنده قناة يوتيوب، بنصحكم إن أنتوا تعملوا لها سبسكرايب وتسمعوا الكتب بتاعته. بصراحة الكتابين عجبوني جدا، وأظن إن أنا هقرا، هجيب كتب لأستاذ نبيل فاروق وهبتدي أقرا له أكتر، وهقول لكم برضك ريفيوز أو رأيي على الكتابات بتاعته. بس أنا بصراحة يعني الكتابين، سواء كانت همس أو الكتاب التاني اللي هو مرحبا، بأمانة الكتابين دول جمال جدا، عجبوني جدا. يعني هم قصص قصيرة. يعني أنا لو اتكلمنا على أستاذ إسلام، يعني عمل واحد في 13 دقيقة وواحد 12 دقيقة، يعني أنت كتابين مثلا قصص قصيرة جدا، ودخلوك مود القراية في يعني أقل من نص ساعة، نص ساعة مثلا. فبنصح بيهم جدا، وبصبح تاني بنصح بقناة أستاذ إسلام عادل. بأمانة لازم ندي لكل واحد حقه، أنا مشترك في القناة بتاعته، وهو بصراحة يعني يستاهل فعلا إن هو إنك تسمع له، هيدخلك في مود القراية جامد.